قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية إن وفدا وزاريا سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون. وأكد الشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في مدينة رام الله جاهزية الحكومة لتنفيذ الانتخابات العامة فور إصدار الرئيس مرسوما بهذا الشأن. كما أشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية التوجه إلى قطاع غزة من أجل التشاور بشأن الانتخابات وآليات تنفيذها. أذكر أن الحكومة ستكون جاهزة لتنفيذ قرار سيادة الرئيس حال إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة. وبصراحة نحن في ظرف أشد ما نكون فيه بحاجة إلى وحدتنا الوطنية لمواجهة هذه المرحلة الخطرة التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية.